من الأردن إلى لبنان، حيث يسود الهدوء مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان، حيث يجري تنفيذ تثبيت سريان وقف إطلاق النار. وقالت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي إن الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة لا يستدعي القلق أو الهلع. أوضحت الحكومة أن الاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث المخيم قطعت أشواطا متقدمة. كان ميقاتي قد كلف وزير الخارجية اللبناني بالتواصل مع الدول العربية لطمأنتهم على سلامة مواطنيهم، وطلب من وزير الداخلية دعوة مجلس الأمن المركزي للانعقاد للبحث في التحديات التي قد يواجهها لبنان. من بيروت أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية يحدثنا عن التفاصيل. أحييك أحمد، نتحدث حول تداعيات ما حدث في مخيم عين الحلوة والاتصالات السياسية والأمنية لمعالجة أحداث ما حدث في المخيم، فكيف تبدو آخر التفاصيل لديك؟ تحياتي لك في البداية من العاصمة بيروت. بالفعل يسود مخيم عين الحلوة في الوقت الحالي حالة من الهدوء تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر على مدار أو الساري على مدار اليوم الرابع على التوالي، رغم أن هناك انتهاكات محدودة لهذا الاتفاق، ولكن ما يجري حتى الآن هو الهدوء التام في مخيم عين الحلوة وفي محيطه. وبالأمس كانت هناك زيارات وزارية من الحكومة اللبنانية أيضا إلى رئيس هيئة الإغاثة وعدد من السياسيين إلى محيط المخيم للوقوف على حجم الأضرار الناتجة عن الاشتباكات التي دارت خلال الأسبوع الماضي والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى، وأيضا خلفت العديد من الأضرار المالية ليس فقط داخل المخيم ولكن أيضا خارجه في نطاق محيط مدينة صيدا وخصوصا مستشفى صيدا الحكومي. هذا على الصعيد الأمني أو على صعيد الوضع على أرض الواقع داخل المخيم وفي محيطه. أما على الصعيد السياسي فصدرت بالأمس عدة تحذيرات من سفارات للدول العربية في بيروت لتنصح رعاياها بعدم الاقتراب من مناطق الاشتباكات، وهناك عدد من السفارات التي طلبت رعاياها بمغادرة لبنان فورا. وكان هذا الأمر مسار بحث لدى الحكومة اللبنانية بالأمس، مما دفع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية لإصدار بيان أكد فيه أنه أجرى اتصالات بكافة القوى أو كافة المسؤولين الأمنيين والعسكريين في الدولة اللبنانية، والذين أجمعوا أن الوضع في مخيم عين الحلوة لا يستدعي كل هذا القلق أو ولا يستدعي أيضا الذعر، موضحا أن الأمور تسير نحو التهدئة. أيضا كلف وزير الخارجية بالتواصل مع الدول العربية وأيضا الدول التي أصدرت تحذيرات لرعاياها في لبنان لتوضيح الأمر وتوضيح الصورة عن الأوضاع في لبنان في الوقت الحالي. كما كلف أيضا وزير الداخلية والبلديات بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن المركزي لبحث كافة الأخطار التي يمكن أن تهدد البلاد في ظل التطورات الإقليمية التي وصفها ميقاتي بالمتشنجة، وذلك لبحث كيف يمكن تأمين الدولة اللبنانية من أي مخاطر محتملة خلال الفترة المقبلة. أشكرك على هذه التفاصيل، كنت معنا فيها من بيروت بلبنان أحمد سنجاب مراسل القاهرة الإخبارية. شكرا لك أحمد.